ازيكم؟ النهارده جاي احكي لكم قصه البطل اياد. اياد من ضعف البصر او المكفوفين، اياد بطل ما استسلمش لاعاقته وحب يعمل انجاز محدش عمله قبل كده، ان هو يلعب ترايسرون. ترايسرون اصلا صعب على الاصحاء، ما بالكم بقى من اللي عنده اعاقه. اياد اختار ابن خالته ان هو يكون شريك حياته في الرياضه، هو يكون بصيرته، هو يكون عين اللي بيشوف بيها. تعالوا نشوف اياد هياخد قصته الجميله دي ازاي. يا عم اياد، مبارك ايه؟ انا بس والله يعني انا اكتر حاجه مبسوط بيها النهارده انا شفت اياد راجل بطل، الناس الابطال من ضعاف البصر. بس بص، هو هنا وابن خالته كان نازل اقواس من كمت سباحه، كمت ايه؟ جت 350 سباحه في الاول، كيلو ونص جري، وبعد الاخر خالص كيلو ونص جري. والله انا فخور بيه جدا، انا اياد فخور بيه وفخور بابن خالته برضه ان هو جنبه ومعاه وبيشجعه على ان هو يلعب رياضه، ان هو يكمل حياته. اياد بطل، اياد مش مستسلم لاي حاجه، زينا كده برضه، احنا مش مستسلمين لاي اعاقه لينا، بنحاول ان احنا نكمل، بنحاول ان احنا نوصل لهدف، بنحاول نقول للعالم كله ان مفيش حاجه ممكن توقفنا خالص. انا مبسوط جدا ان انا شفتك وعايزك تكمل وعايزك تكسر الدنيا. ماشي، عملت ايه؟ هتجيب مديله ذهب النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله. اوعى تسيبه، اوعى تسيبه. والله انا مبسوط جدا باللي انت عاملينه مع بعض ده. ماشي يا نيك، شرف ليا. بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق يا قلبي. يلا خلي بالك على نفسك. ماشي، توحشني. يلا باي. شكرا، باي.